قال عضو فرقة أولاد البلاد الغنائية سيد إبراهيم والمحمد إسحاق خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن أعضاء الفرقة تعرضوا لتهديد مباشر من مستشار رئاسة الموريتانية رفقة ابن الرئيس، مشيرا إلى أنهم تلقوا دعوة لحضور مهرجان الشنقيط للثناء على الرئيس محمد ول عبد العزيز. ومشينا من هون قايسين شنقيطي عن لا ينسقروا الرئيس وعن لا ينقدموا اغنيه للرئيس. ومنين مشينا فين ما عدلناها، بين اللي ما انا مقتنعين احنا عاد لا شيء مقتنعين به وما انا مقتنعين به ما انا معدلين. قالوا هم عنا قطعناهم في الظهر وعن الروايه ما هي زينه عندهم. تبارك هم مع يلودونا اللي هم ياسر يلودونا. عقب ياسر من الاجتماعات عدلناها معاهم مع ابن رئيس الجمهوريه احمد دو وابتزنا وهددنا. يقول الرئيس عن بيرسون قاعدين معاه مع انا والراجل وحماد وهددنا وقالنا لي كونسيكونس لا يتجبروا تحملوا مسؤوليتهم وقاعدين مع مستشار رئيس الجمهوريه. ونفى عضو فرقة أولاد البلاد خلال ذات المؤتمر الصحفي التهم الموجهة إلى زميله حمادة قبل أن يطلق سراحه مؤكدا أنها مجرد وكذبة ملفقة على حد وصفه. ما أنا عادي لا فبركة من شغلتهم هم. هو ما عدل سبه جاء واحد طلع معالم طالع جاءت واحدة وقعدت وجاءوا بوليس داخلي وكردوا من ادم وقفت وقالت مقتصبني وكذا، يا قال كذب يفضحوا مولانا.